لو سمحت سيدي لازم شوفه لفرحان. ما بيصير. بس الشغلة مهمة، في موضوع مهم بيني وبينه، موضوع ما له علاقة بالشي اللي كمشتوه مشانه، لو سمحتوا بشوفه دقيقة. هلا أنت ممنوع تحكي مع حدا وخاصة فرحات. لو سمحت بس دقيقتين، والله ما تطول. سيدي سيدي هنيك ما كانوا عم بيلعبوا مراهنات، يعني كانت مباراة مشان نتسلى مو أكتر من هيك. يعني بدك تقول أنت اسكت ولا تحكي شي، عود محلك واسكت. في عنا شغلات تانية أنت ما بتعرفها، لا تخلي يروح الصالح مع الطالح. ها بس أنا ما حكيت. أحمد ربك إنه أخوك ساعدك من هالمشكلة هي، ولا بقى تدافع لي عن هدول الناس بعدين بتروح فيها وما حدا بيحس عليك. ها اجوا. شو اللي صار؟ ما في شي بخوف، طوروا بالكم. اللي وينه هلا؟ هو فوق ووضعه كتير منيح، ما في داعي لتقلقوا. عمو سامي شو اللي جابكم؟ وينه مهند؟ فوق حبيبي. شو الموضوع؟ شلونه؟ ألو؟ هو منيح، بالأول أخذوه على المستشفى، ما في شي بخوف، بس أخذوه فحصوه الحمد لله طلع منيح. شو يعني؟ أمي هلا تركينا من هذا الحكي، مو وقته. ليش خبرتيه لبانا؟ شو لا شغل هون؟ يا ابني كنا كتير قلقانين عليكم وقلنا بتساعدكم. علي مشان الله قول الحقيقة، هو بخير ولا لا؟ قلت لك هو بخير، خلص بقى طولي بالك. حكيت مع المحامي اللي بالشركة عنا، بعد شوي رح يكون هون. تيسلموا، ما في داعي، إن شاء الله مهند ما رح يحتاج محامي. شو عرفك؟ أنا بدي أطلع لفوق ابني. لا تطلعي، ما رح يفوتوكي. أبوك فات وأنا كمان حابة فوت لعند أخوه. ما رح يدخلوا أبي لعنده، يلا روحي، وأنتوا كمان لو سمحتوا روحوا على البيت. ما بدي روح، بدي ضل معكم. وشو عقوبة هاي الشغلة؟ بدهم كمان يفوتوا على السجن. لا سمح الله، تعال. يا ربي دخيلك، وقت اللي زبط معنا الشغل صارت معنا هاي المشكلة. خبرونا اليوم، قال ماله ممثل بتركيا، لازم خلال الأسبوع نوقع العقد معه. اليوم اجيت شوفك مشان خبرك. عندك جواز سفر؟ فينا نروح بكرة. بانا هلا مو وقت نحكي بهذا الموضوع، انت شايف الوضع، لو سمحتي روحي وخدي معك سمرة. انا اجيت لهون مشان ساعد اخوك، وما رح روح من هون قبل ما يطلع. بس ما نخربت بين الغراض. لا لا، هدول كلهم الكن. لا تاخديهم كلهم، خدي هالاثنين بس. لك ايه، يسلموا ايديك. يا عيب الشوم منكم، نحن كتير عذبناكم معنا اليوم. استغفر الله. تروحي على السينما نهاية الأسبوع، في أفلام حلوة كتير. ايه منروح. لو ما علاقتك متوترة مع مهند، والله كنا قلنا لو رحنا مع بعض على السينما. مو متوترة أبدا، نحن تصالحنا خلص. عن جد؟ ومبارح اتصل فيني واعتذر مني. مهند؟ قال إنه كان مزعوج، وأنا ما كتير دققت وما كبرت القصة، رجعنا مثل الأول وبيجوز نلتقي. حلو، منيح. في غيرهم؟ لا بس هدول. يي هاتي عنك، اسلموا ايديكي. يا الله يي، لا تأخذوني، عقلي مو معي. نضلوا واقفين على الباب، فوتوا نشرب فنجان قهوة. شكرا، بس عم تستنانا التاكسي ومعنا زبدة وشوكولا، هلأ بدون. مثل ما بدك. ان شاء الله بنجي نشرب القهوة عندكم يوم السبت بعد العشاء. سلامة قلبي. الله يسلمك، تصبحوا على خير. وانتم من أهل الخير، شكرا كثير لكم. واجبنا، تصبحوا على خير. الله معكم. عجبك؟ كان بده يفوت لو ما قالت له زينب تأخرنا. ضل واقف وعم يتطلع هيك كأنه هلأ بلش صوت يروح كمان. خلينا نضبضب هالغراض ومناكل لقمتين وبعدين بشرب دواء. جميلة؟
شو صار لك؟ ليش مزعوجة؟ أنا ماني مزعوجة بنور، بس كأنه وشك تغير فجأة. قولي شو في؟ الله يوفقك قولي. شو بدي قلك أمي؟ وحياتك ما في شي. أنا رح روح شغل الدفاية، والله كأنه جسمي كله عم يرجف. لكن هي بتحب مهند، صحيح أنه حاولت تخبيه، بس أنا فهمت عم تقرب منه شوي شوي. ايه وتقرب، نحنا شو دخلنا؟ صح نحنا ما دخلنا، بس بدي أعرف ليش عم بتخبي.